الحمد لله دولة الإمارات في المعرض هذا تثبت للعالم أنها قادرة على استضافة معارض بهذا الحجم في ظروف يعني السلامة والصحة عالية، والحمد لله يعني شفنا الإقبال الكبير من الكثير من الشركات. دولة الإمارات اليوم تحدثنا عن الإمداد وأهمية سلاسل الإمداد وأهمية مواني الدولة، حيث أن اليوم موقعنا متميز جدا على خارطة العالم من ناحية يعني قوة المواني وتنافسيتها. عندنا ثاني أكبر ميناء في العالم في البنكرينج، وعند في ميناء الفجيرة، وعندنا كذلك ميناء أبوظبي وميناء جبل علي من المواني الرائدة على مستوى العالم. عندنا أنظمة تم تطويرها في دولة الإمارات تستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل بوابة المقطع، اللي توفر لأول مرة في منصة واحدة حلول يعني حلول تستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البلوك تشين وغيرها من التقنيات. ونعتقد أن الاستثمار في التقنية والتكنولوجيا سوف تمكننا في دولة الإمارات من الاستمرار في لعب دور عالمي في مجال النقل البحري وفي مجال المناولة. والحمد لله موانينا يعني في سنتين فقط، يعني من بين 2019 ل 2021 راح يكون نمو في المناولة بقدر 49%، كنا 19 مليون حاوية وسوف نصل إلى 28 مليون حاوية من ناحية المناولة، وهذا رقم كبير. والحمد لله يعني نحن مستمرين في الاستثمار ومستمرين في الشراكات، ونؤمن أن في هذا العالم في عالم الريادة يجب أن تكون هناك شراكات، ولا يكون أن نركز فقط على 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 ما لدينا، نركز على شراكات عالمية وإقليمية تمكننا من تبوأ المركز إن شاء الله الأول عالميا في المستقبل في هذا المجال. الحمد لله في ظل جائحة كورونا تمكننا في قطاع النقل البحري من العمل والعمل بامتياز، وتمكننا كذلك بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات من لعب دور إنساني كبير في نقل المستلزمات الصحية والفاكسين. مبادرة هوب في إمارة أبوظبي وتعاون جميع شركات العالمية في النقل معنا في مع دائرة الصحة، هذا يعني يثبت للعالم أن دولة الإمارات همها هو ليس فقط المال، بل همها هو الإنسان وتنمية الإنسان والمحافظة على الأرواح البشر في حول العالم. والحمد لله بنيتنا البنية التحتية قوية وقادرة على المنافسة. هناك أشياء كثيرة تعلمناها من الأزمة، وسوف نطور من أنظمتنا، وإن شاء الله نستهدف أن يعني باستخدام التقنيات الحديثة أن نستمر في المركز المتميز ونتقدم كذلك فيه. شكرا لكم.